هذا ويعقد اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اللقاء التشاوري 18 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. نعم، ملفات مختلفة ستكون حاضرة على جدول الأعمال ونتائج عدة من المتوقع أن تسفر عنها القمة لتعزيز التعاون بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى. يستعرضها لنا الزميل فيصل حسين مفد تلفزيون البحرين إلى جدة. هذه القمة تأتي في وقت تسعى فيه كافة دول الخليج مع دول آسيا الوسطى لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في رفاه ومصلحة الشعوب الصديقة. لذلك يتوقع أن تكون مخرجات هذه القمة تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك والعلاقات مع هذه الدول، خاصة أن دول الخليج العربي ودول آسيا الوسطى أيضا هي دول تمتلك ثروات طبيعية، ثروات بشرية، وتمتلك الميزانيات للاستثمار وإقامة هذه المشاريع. أيضا لا ننكر أن دول الخليج لديها اتفاقيات مشتركة مع دول من آسيا الوسطى ومذكرات تفاهم، ومنها مملكة البحرين. لذلك فهذه الدول تسعى إلى تطوير هذه العلاقات، تسعى لتعزيزها بشكل أكبر من أجل رفاه دول شعوب دول الخليج العربية وشعوب آسيا الوسطى. لذلك أن الملفات الرئيسية التي يتوقع أن تكون هي المطروحة في هذه القمة هي ملفات مرتبطة بالتجارة والاستثمار، أي في الإطار الاقتصادي ككل، وأيضا الجانب الأمني ما لم تكن هناك أجندة إضافية. لذلك يتوقع أن تكون هذه المخرجات هي فعلا تصب في مصلحة هذه البلدان.